الدورة الجنسية مجموعة تبدلات دورية تطرأ على كل من المبيض ومخاطية الرحم، وتتكرر كل 28 يوماً تقريباً، حيث تقسم الدورة الجنسية إلى دورتين، دورة مبيضية ودورة رحمية، مدة كل منهما 28 يوماً. الدورة المبيضية يتم خلالها إنتاج عروس أنثوية وإطلاقها، كما يتم إفراز دوري للهرمونات الجنسية الأنثوية. تتألف الدورة المبيضية من طورين اثنين، الطور الجريبي الذي يبدأ بنمو جريبات أولية عدة وينتهي بالإباضة، والطور الأصفري الذي يبدأ بالإباضة حيث تتحول خلاله بقايا الجريب الناضج المتمزق إلى جسم أصفر يضمر ويتحول إلى جسم أبيض بنهاية هذا الطور إن لم يحدث الإخصاب. أما الدورة الرحمية فتتعرض في أثنائها مخاطية الرحم لسلسلة من التغيرات تبعا لتغير مستويات الهرمونات الجنسية، وتقسم إلى أطوار ثلاثة: الطمس، وطور النمو التكاثري، والطور الإفرازي، حيث تم في أثنائها مخاطية الرحم لتشكل بيئة خصبة لحمل محتمل. ولكن كيف يتم التزامن والتنسيق بين هاتين الدورتين ليتوافق إطلاق العروس الأنثوية وتخصيبها مع تهيئة الرحم ونمو مخاطيته؟ وما البنى المسؤولة عن ذلك التزامن؟ تابعوني في الجزء الثاني من الدورة الجنسية. أرجو أن أكون قد وفقت بما قدمت. تركة لكم خريطة مفاهيم تلخص ما ورد خلال الدرس، آملة إتمامها بالعبارات العلمية المناسبة قبل ظهورها. لكم مني كل المحبة.